حنا كنعانيو معاهم ماشي كنحتفل نعس والو نهار راجل بنادم سكران مرافق عموميه كامله عامره سبيطارات كوماساريات المهم فين كيعجبني راس العام كيخدموا مخزن كيخدم زائد حنايا مسلمين ما خصناش نحتفلوا بهذا العيد هذا وبنادم سقسي وما عرفتي حتى من سنه هجريه حنايا كيحتفلوا بالسنه الميلاديه حنا السنه الميلاديه ما كتعنيناش بصفه نهائيه وصافي راس العام كندخل في العاشره كنعس في السبعه ومن العاشره للسبعه كنبقاو نتابعوا الاحداث 98 دابيزا ماتينا كتعرف شوقار في هذا ضرب هذا هذا مضروب هذا مقتول حتى كيخرجوا الناس دبيران كنمشيو الناس حتى كيخرجوا يعملوا نهار راجل تبعوهم عاد كنعس لا بالنسبه لنا حنا مسلمين ما كنحتفلوش يا خا بالنسبه لنا كمسلمين وعرب يعني ماشي العيد ديالنا فهمت يعني هذوك يبقى النصارى هما اللي كيحتفلوا لا والو خاوني يعني ها دائما النهار عادي كيدوز عندي انا فهمت ماشي زعما شي نهار هيدا مميز عادي في حاجه من الايام بالنسبه كنشوف دوك بنادم كيمطار كيوجد الطرطاز وكذا وكيخسر كيمشي فاهم زي بلايص غاليه انا كذا كيجيني داكشي انا بنادم يعني بحال اللي حمار بحال اللي ناقص بحق الله بالنسبه للناس اللي كيحتفلوا براس العام لا ناس الله عليكم الخا حنا مسلمين الخاو ديالي الصلاه والعباده ولا اله الا الله محمد رسول الله بالنسبه لراس العام لا والو اخاوي اصلا حنا دائما محتفلين بلا راس العام باقي اصلا اخاوي اصلا في القانون الوالده كتفهم الزكره في 11 ديال اللي صافي فوتي 11 بس في الزنقه اخا يعني لا والو اخا لا والو اصلا حنا دائما محتفلين اخي ايوا عاد غنبقاو نحتفلوا في راس العام ان شاء الله واش غنقول لك ايوا اخي انا ما كنحتفلش في راس العام معتقدات والديانات ديالنا ما كتامنش في هادشي هذا واش غنقول لك وانا الوالد عامل معايا في 11 قال لي لا ما جيتش يا وليدي مشي خارج على الساروت راه اللوبا يبدل دابا عاد خرجوها 5 دراهم واش غنعملوا ايوب اخي نبقاو في الزنقه لا هو المغرب كامل مازم ايوب اخي دابا هذيك اللي يقول لك ما قصر شي ولا شي حاجه كل شيء مكرد هذا الشهر هذا دايز مكرد حتى واحد ما قصر حتى واحد ما يعملش حاجه وانا واحد منهم ما كنعمل والو معاهم حتى انا مكرد تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.